مصرع قيادات حوثية بينها قائد محور المرازيق بالجوف. وفاة مواطن متأثرا بالتعذيب في سجون الحوثي بتعز. ألغام الحوثي عمقت الفقر في اليمن. المخدرات الإيرانية فخ ميليشيا الحوثي لاستقطاب الشباب. 22 حالة انتهاك للحريات الصحافية والإعلامية في اليمن خلال 3 أشهر. مشائخ وأعيان المقاطرة يهددون بإغلاق طريق هيجة العبد. موسوعة يمنية تثير جدلا لتصنيفها حسين بدر الدين الحوثي علما يمنيا.